هذا اليوم هو وقفة لتقديم العرفان وتقديم الامتنان لهذه الفئة من النساء اللواتي يتابعن ويقدمن كل المجهودات من أجل الرقي بالتعليم الموسيقي، وكذلك من أجل الحفاظ على كل من هو مورود ثقافي موسيقي من طرب أندلسي ومن ملحون ومن موشحات. نتوفر بالمعهد الجهوي للموسيقى والفن الكوريغرافي على طاقات وفعاليات نسائية كثيرة يشتغلن بجد وبامتنان، همهم الوحيد هو تقديم مادة أكاديمية للناشئة. إذن هذا اليوم هو يوم اعتراف، يوم امتنان، يوم تقدير لكل هذه الكفاءات النسائية. هو اليوم أبينا رغم هالظروف اللي حنا كنعيشوها وكما شفتوا معنا، عملنا يعني حفل افتراضي من أجل الاحتفاء بالمرأة المغربية، من أجل الاحتفاء بالنساء المغربيات، خاصة النساء المبدعات على جميع الأصعدة. والحمد لله أن المرأة المغربية حققت واحد القفزة نوعية، وحققت واحد المسار اللي هو كبير، واحد تحدي اللي خدته على العاتق ديالها، والحمد لله استطاعت أنها توصل له، أنها تمشي جنب إلى جنب مع الرجل، لأنه طرف يكمل الآخر. والاحتفاء كان اليوم بالأطر التربوية والأطر الإدارية، وكذلك كان احتفاء بالموروث الثقافي المغربي اللي احنا ملزمين أننا نحافظوا عليه وملزمين أننا نعلموه الجيل الرابع، لأنه أنا كنقول أهم ثوابت الهوية الثقافية المغربية هي موروثها. إلا مش احتضع الموروث الثقافي ضعتنا الهوية. يعني أنا كنعتبر هذا التكريم وساما سوف أعتز به محايت وحافز، يعني كيدفعني من أجل الاجتهاد والعطاء أكثر فأكثر. كلمة أخيرة للمرأة المغربية سوف أقول لها: تالله لو خيروني في محبتك ما اخترت غيركم، والله ثم والله ثم والله، والله لو فتحوا صدري لما وجدوا في القلب غير النساء المغربيات الجميلات المبدعات المتألقات. بالنسبة احنا كمعهد موسيقي، يعني بالنسبة للأساتذة والأطر الإدارية، يعني التفاتة من طرف السيد المدير لتكريم الموظفات الغائبات الحاضرات كما قال هو، والحاضرات اللي تبارك الله باقي لحد الآن تيشتغلوا معنا كيد واحدة. أنا بالنسبة لي هاد اليوم كنشوفوا لا بالنسبة لربة البيت، لا بالنسبة اللي خدامين، لا بالنسبة لأي واحد، أي سيدة، تنعتبر أن هذا اليوم هو عيد بالنسبة لها، يعني خاصها تكون شي حاجة إيجابية بالنسبة لها هي، يعني دائما خاصها تكون المزيد الأمام، ما عمرها ما ترجع للوراء. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.